صباح السلام على صنع الأمل والطموح، صباح الخير للذين استيقظوا عازمين على صنع يوم جميل لأنفسهم ولمن حولهم، صباح الخير لعل اليوم يختلف عن كل الأيام ويأتي الخير المقصود والمنادى به دائما، صباح الخير للباحثين عن الحياة بين مسارة التعب والوجع والحرب، وصباحكم أنتم كما تحبون، صباح الخير لكل من يستطيع أن يبتسم في عز الوجع، وصباح الخير لقلوب حضورهم متميز أينما وجدوا ينشرون السعادة في قلوب من حولهم، صباحكم سعادة من القلب إلى المغرمين بأنفاس الصباح وبشروق الشمس وبصوت الطيور، صباح الخير للذين ينتظرون البرنامج المباشر صباح اليمن اليوم كل صباح. Terima kasih.
نحن دائما سلامنا من القلب إلى القلب. السادة المشاهدين، مرحبا بكم مجددا عبر البرنامج المباشر صباح اليمن اليوم الذي يطل عليكم دائما عبر شاشتكم، شاشة اليمن اليوم. البداية الجديدة والمتجددة دائما مع المهندس رشيد العريقي، الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية. باش مهندس، صباح الخير وصباح الأمل. صباح النور أخي صبري، أسعد صباحك أنت وكل طاقم البرنامج وكل مشاهدينا الكرام. شكرا يا باش مهندس. حدثنا في البداية عن الأمطار التي هطلت في بلادنا الحبيبة خلال اليومين الماضيين والتي حذر منها المركز الوطني للأرصاد وبشدة. نعم أخي صبري، استمر هطول الأمطار الغزيرة بل وبعضها كانت شديدة الغزارة على العديد من محافظات بلادنا خلال اليومين الماضيين، وحتى هذه اللحظة لا تزال الأمطار تهطل في العديد من محافظات بلادنا خاصة الساحلية الجنوبية الغربية، منها سواحل عدن ولحظة وكذلك جنوب البحر الأحمر سواحل تعز، التي بدأ الهطول فيها من فجر يومنا هذا وبغزارة. طبعا تلك الأمطار شملت أمانة العاصمة والضالع والجوف وعمران والمحويت وريمة وسبوة خاصة غربها وجنوبها، شرق مارب أيضا ومارب بالذات ووسطها أيضا البيضاء وصعدة وأب وكذلك لحد ومرتفعات تهامة، وثملت الأمطار كما احترفنا حتى السواحلنا الجنوبية، وكانت أكثر غزارة في ريمة حيث بلغت كمية الأمطار 69 ملمتر وفي دمار حوالي 19 ملمتر وفي أب 13 ملمتر وكذلك في أمانة العاصمة 12 ملمتر. هذه ما سجلت يعني كمية الأمطار التي سجلت في محطات الرأس الجوي هنا. باشمهندس. نعم. طيب باشمهندس. نعم رشيد. نعم معك. هل الأوضاع الجوية لا تزال تنذر بهطول المزيد من الأمطار، وأي المناطق من المتوقع أن تتأثر بذلك؟ نعم، في الجوية الحالية والتي بدأت من يوم أمس استمر حتى يوم الخميس، وحالة جوية طبعا يعني صاحبها الغزالة الأمطار والعواصف الرعدية والرياح الشديدة، والمتوقع أن تشمل سواحلنا الجنوبية وتمتد شرقا حتى سواحل شبوة أي أبين وشبوة وكذلك المناطق الداخلية في عدن ولحظ وأبين وتعز وفي المحافظات الجبلية أيضا، وستشمل أيضا الهطول تلك الهطولات الهضاب الداخلية في البيضاء ومارب والجوف وحتى غرب حضرموت، هذا خلال يومنا هذا وخلال 48 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى في صبري. نعم. أيضا يا باشمهندس، ما هي أبرز التنبؤات بحالة الطقس والتحذيرات التي أصدرها الأرصاد الجوية يومنا هذا؟ نعم، قبل حوالي تقريبا في صبري 10 دقائق وأنا أتابع النسرة الإنذارية لهذا اليوم التي أصدرها المركز الوطني للأرصاد، حيث يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء، حيث لا تزال الفرصة مهيئة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة ودقات البلد أحيانا، وذلك على سلسلة المرتفعات الجبلية طبعا الغربية من محافظتي تعز ولحظ جنوبا إلى صعدة شمالا، وقد تمتد شرقا الى الباب الداخلي المحافظات البيضاء ومارب والجوف وشبوه وصولا الى اجزاء من حضرموت، كما يتوقع ان تشمل الامطار السواحل الغربيه المحافظات حكا والحديده وتعز وصولا الى مدخل باب المندب واجزاء من سواحل شبوه وابين وعدن ونحت والمناطق المتلاكمه لها. وليزال المركز الوطني للارصاد الجويه يحذر بشده الاخوه المواطنين بعدم التواجد في بطول الاوديه ومدار السيول او بالقرب منها في كافه المحافظات المتوقع الهطول عليها. ونخص طبعا بالذكر
المناطق التي تأكل منها الجبلية في ضالع وكعد وعد، وكذلك لاحق والتي يعني سوف تتفق سيول في لاحق، وكذلك عدن. أذكر بالأخص وادي كبن وخنير والعنز، هذه المناطق قد تزداد خلال الساعات القليلة القادمة تدفق للسيول نتيجة غزارة الأمطار. كما على لكل مواطن الاحتمام من الشديدة والعواصف الرعدية. وننصح أيضا أخي صبري وكل المشاهدين طبعا ربان السفن بأنواعها سواء كانت تلك الصغيرة أو الكبيرة بعدم الإبحار أو توخي درجات الحيطة والحذر في غرب خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وأقصد هنا سواحل أبين وعدن ولحظ وسعد نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي ستسود خلال يومنا هذا وخلال 48 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. الناطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس رشيد العرقي، كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. ومن الأجواء الماطرة والباردة إلى جو البرنامج، إذن البداية ستكون مع مقدمة المحور الأول التي سوف نتحدث فيها عن أضرار مشاهدة التلفزيون والإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الذي نعيش فيه اليوم. لم يعد بإمكاننا أن ننكر أو نتجاهل الأثر الذي تتركه مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدة التلفزيون بشكل مفرط وما ينتج من آثار صحية ونفسية، ومن الصعب أيضا تجنب مشاهدة التلفزيون في هذا العصر. لكن من ناحية أخرى أصبحت ساعات المشاهدة للصغار والكبار أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد الحجر المنزلي بسبب مستجدات انتشار فيروس كورونا. وجسم الإنسان طبعا ليس مصمما للجلوس لفترات طويلة، وعلى الرغم من أن بعض محتويات البرامج تعتبر تعليمية إلا أن الأضرار الصحية للإفراط في مشاهدة التلفزيون تفوق هذه الفوائد. حول هذا الموضوع يسرني أن أستضيف بعد الفاصل الدكتور علي النبوي أستاذ المخ والأعصاب، ابقوا معنا. دكتور علي صباح الخير. صباح النور. أتمنى أن يكون يومك جميلا وسعيدا. والله ربنا يخليكم إن شاء الله، أنا متفائل وربنا يجعل أيامنا كلها سعادة إن شاء الله يا رب. دكتور علي، نتيجة لتزايد نمط الحياة المستقر وكثرة الجلوس أمام التلفزيون، هل هناك مخاطر إصابة بأمراض معينة نتيجة الجلوس أمام التلفزيون بشكل مفرط، خاصة ونحن نمر هذه الأيام بفترات الحجر الصحي المنزلي؟ أشكرك طبعا على المداخلة دي واستدعائي، ويارب كل اللي بيشوفونا يبقوا في سعادة وهناء، وأتمنى لهم السعادة. قبل ما أقول عيوب التلفزيون نبدأ بالمزايا الأول في نص دقيقة كده. اتفضل يا دكتور. سبحان الله، لو ما فيش تلفزيون احنا كنا بنسأل امال اللي قبلنا كانوا عايشين ازاي، كانوا مستحملين رتابة وملل الحياة ازاي، كانت الحياة كانوا بيسمعوا الراديو، كانوا بيسمعوا الراديو كانت صعبة قبل التلفزيون، وظهر الراديو وهو وسيلة للتواصل كانت عن بعد، كانوا يسمونه ناقل الصوت عن بعد. وكان الذي لديه مذياع الذي هو الراديو كان من أعيان القوم ويذهبون يستمعون عنده إلى الأخبار وإلى أغاني السيدة أم كلثوم وإلى أيام الزمن الجميل. أيام الزمن الجميل. وكان بعد ذلك ظهر التلفاز أو التلفزيون، وظهر معه عقلية الممنوع، هذا من عمل الشيطان ويضيع الوقت، وكان هذا الاعتقاد السائد حوله، وأن الذين لديهم تلفزيون هم أناس مرفهون منحرفون. لذلك كان يخاف الأب على ابنه من شر هذا التلفزيون الذي يضيع الوقت ويسرق الوقت ويشاهد عليه أشياء قد تكون غريبة على ثقافته ومجتمعه. هذه النشأة نسميها نحن نشأة الضمير الجمعي، أو كيف يفكر المجتمع في حدث جديد، حدث ما زال يستغربه البعض ويتعجب منه. لكن
لأن التلفزيون لمس متعة خاصة بمشاهدته، فظهرت المسرحيات ومتابعة المسلسلات وبرامج تجعل الشخص يدخل في حالة من التنويم المغناطيسي، تدخل عليه وتقول له السلام عليكم، قد لا يرد عليك لأنه مندمج بتفكيره وبكيانه وبإدراكه نحو هذه الشاشة الصغيرة. لذلك كانت ضوابط كثيرة وكان عليه خلاف كثير، لكنه اكتسح لأنه تفرز مادة للسعادة أثناء المشاهدة، وهذا يحدث لأي شخص قد يكون سمع فيلما قديما وشاهده لممثل قديم مات من عشرات السنين، لكنه يعيد مشاهدة الفيلم للمرة 20 أو 30 أو قد تكون المرة 100. فأنا أجد رجل أحيانا في 70 من عمره يشاهد فيلما لممثل مات منذ 40 أو 50 سنة، فأحسب معه حسبة بسيطة أن هذا الفيلم قد يعرض كل شهر مرة أو مرتين وهو يشاهده برضو مرة أو مرتين. ومن هنا ما الذي يحدث في التكرار؟ يحدث أن المخ قد تأقلم بالسعادة وبالمتعة وبإفراز ناقلات عصبية أثناء مشاهدة هذا الفيلم، لذلك اكتسح التلفاز وأصبح في كل بيت وأصبح في كل حجرة وأصبح في السوبر جيت أو الأوتوبيس أو الباص للرحلات وأصبح في كل مكان الهيئة التي نسميها التلفاز. طيب يا دكتور، بأي شكل كان يا دكتور علي، الجلوس بشكل مفرط هل يتسبب باضطراب أنماط النوم، خاصة وأن ضوء شاشة التلفزيون طبعا هي تحفز الدماغ وتقلل من إنتاج الميلاتونين والذي يساعد على الاستغراق في النوم؟ نعم سيدي، لقد تحدثنا إذن عن النشأة وعن الموقف من التلفزيون وعن نجاح هذا التلفزيون رغم ما يقال عن أضراره أولا، والسر في ذلك هو إفراز مواد كيميائية مرتبطة بمتعة المشاهدة. يوجد نوع من اضطراب كهرباء المخ يسمى مرتبطة بالبصر، أي أنه عند استثارة العين بأضواء وبصور سريعة فإنها تثير بؤرة كهربية داخل المخ، ويدخل الطفل غالبا الأطفال يدخل الطفل في نوبات كهربائية، لذلك لا نوصي بالتلفزيون للأطفال المصابون بالاضطراب بكهرباء المخ. كما تفضلت حضرتك يسبب اضطرابات في النوم لأن التلفزيون مشكلته أنه يؤثر على النوم المرتبط بحركة العين السريعة كما يسميها الأجانب رابط أي موفمنت سليب، ودي دراسات اتعملت لما اتعمل دراسة على بعض الناس الذي ينام أمام التلفاز لأنه يرهق وينام مرتبط بالإرهاق، فوجدوا أنهم نومهم خالي من الأحلام، والنوم الخالي من الأحلام يصحو منه الشخص مرهقا لأن الحلم له دور، فالحلم يحل الصراعات التي حدثت أثناء اليقظة، فإذا حدث بينك وبين صديق لك شجار أو خلاف فعندما تنام وتستيقظ إذا كان نوما صحيا ستجد نفسك هادئا غير ما نمت من كرب أو غضب أو زعل، لكن النوم أمام التلفاز أدى إلى أن الإنسان يصحو أو يستيقظ مرهقا ومتعبا ويشعر بنفضات جسدية في العضلات نتيجة لإفراز مادة الأدرينالين تسميها علماء الأعصاب الفايبريليشن أو الذبذبة العضلية أو التوتر العضلي، وهو ما يقال في مصر عيني بترف لما عضلة العين تحدث انقباضات سريعة متتالية. إذن كما له غزو إدماني له أيضا أضرار، لكن في بعض فئات الناس وليس كل الناس. طيب يا دكتور، دكتور علي، هل صحيح أن كل ساعتين مشاهدة للتلفزيون
تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري؟ الحقيقة أن مرض السكري نوعين. النوع الأول هو نوع وراثي أكثر، وهو لابد من علاج الإنسولين فيه، وهو تحت سن 30 عاما. النوع الآخر وهو بعد 50 عاما، وهو نوع لا يرتبط بأي شيء. والحقيقة أن مشاهدة التلفاز ليس بينها وبين التلفزيون أي رابط، إلا إذا كانت هناك دراسات نسميها دراسات ملاحظية، وهي observational، بمعنى أنه لوحظ ذلك، لكن تفسيره ما زال غير معروف إلى الآن. جميل. طيب دكتور، يتأثر معدل التمثيل الغذائي نتيجة كثرة الجلوس ويتم تخزين المزيد من الدهون، هل يؤدي ذلك في زيادة السمنة؟ طبعا دي حقيقة علمية فعلا. يوجد في المخ مركز يسمى مركز الشبع، دي دراسة قديمة جدا في الثمانينات، أول التلفزيونات ما نزلت مصر بكثافة شديدة في أوائل الثمانينات، وجريت دراسة على أشخاص يتناولون طعامهم أثناء مشاهدة التلفاز وأشخاص يتناولون طعامهم بدون مشاهدة. فوجد أن الذي يتناول طعامه أثناء المشاهدة يأكل فترة طويلة وكمية أكبر، لأنه ينسى أن يتوقف عن الأكل، لأن هناك مركز في المخ، هذا المركز مسؤول عن توقف الطعام عندما تمتلئ المعدة إلى قدر معين. فبالتالي هو فعلا يؤدي إلى البدانة، ويؤدي إلى زيادة الشهية، وارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول في الدم. طيب يا دكتور، الأطفال هم طبعا أكثر عرضة للتأثر نتيجة الإفراط في مشاهدة التلفزيون والرسوم المتحركة، هل هم معرضين للاضطرابات العصبية وصعوبات التركيز؟ الأطفال أكثر، لأنه كل جيل المخ بتاعه بيهيئ تبعا لما يحدث له من مستجدات. فحضرتك الآن، أطفال الآن أكثر بكثير مهارة في الألعاب الإلكترونية والموبايلات والتابلت والآيباد، لأن الأطفال مخهم مرن يتقبل هذه الأشياء. أما كبار السن، أما متوسطو العمر، غالبا لا يندمجون مع الأشياء الحديثة. فالتلفزيون إذا عودت طفلك عليه سيعتاد مشاهدته ويندمج معه ويتأقلم معه ويدخل تحت يعني طائلة الأضرار. أما إذا جعلت له مقاييس محددة، الأسرة تراه في لحظة معينة، نمط أسري محدد، قد يكون ذلك نافع جدا. طيب يا دكتور علي، لو تحدثنا عن الوجبات السريعة والخفيفة غير الصحية، هل تسبب مشاكل صحية غير السمنة؟ الحقيقة لا تسبب إلا السمنة، ومشكلتها الحقيقية أن المعدة تتأقلم على هذه النوعية من الوجبات الفاست فود، بمعنى أنه لا يستسيغ طعم أكلات المنزل مثلا، وهذا شيء معروف في العالم كله. فأنت تنشئ الشعب وله طعام يعتاد عليه، كما تعلم حضرتك أننا نتعجب مثلا من أن الصينيين يأكلون شوربة الخفافيش، هذه ثقافة، هم يتعجبون أيضا أننا نأكل الفسيخ، وهو أكلة مصرية زي ما حضرتك عارف، عربية. كل سنة وانتم طيبين يا دكتور. تمليح السمك وتركه حتى يتخمر فلا يطاق رائحته، ومع ذلك يعشقه المصريون. كل سنة وحضرتك طيب طبعا. امبارح كان شم النسيم. إذن الأكل سيد الفاضل، وأعزائي المشاهدين، الأكل ثقافة، ثقافة كما يعتاد. يوجد أكلة في فرنسا يسمى أرجل الضفادع، فروكليك، فيقلونها في الزيت ويأكلونها، وهي أكلة مميزة مثلا عندهم كل شعب. وعندما سافر أحد المصريين مرة إلى العراق، كان يوصي أهله بأن يحضروا له نبات مصري يسمى السريس، وهو ينشأ في الأرض الزراعية للمزارع. وعندما أخذ هذا السريس إلى العراق، ضحك العراقيون على المصري وقالوا هذا أكل الهوش، ويقصدون بالهوش أي المواشي والحيوانات، وظلوا يسخرون من هذا، مع أنه مفضل جدا
لدى المصريين ويعشقونه، ويعتبر أكل الفلاح الذي يظل في الغيط لأنه من نبت الأرض، ويأخذه ويغسله ويتناوله مع العيش والجبن. ومع ذلك الوجبات السريعة هي ثقافة أيضا، إذا اعتاد الطفل على تناول هذه الوجبات، منها سبايسي مع الكاتشب مع المايونيز مع رقائق بشكل معين مع بطاطس شرائح بشكل معين، فهذا الطفل مشكلته أنه لن يستسيغ طعام الأسرة فيما بعد من خضار وطبيخ وفواكه وكل ثقافة الأسرة في الأكل أو المجتمع. طيب يا دكتور علي، الإفراط في مشاهدة التلفزيون هل يؤدي إلى زيادة الضغط على العين، خاصة لو كانت المشاهدة في غرفة مظلمة لفترات طويلة؟ هذه حقيقة علمية، وأي شخص كان يدخل إلى السينما ويرى فيلم مثلا سريع خلال ساعتين ثلاثة، الأفلام الهندي، كان يخرج بصداع، لأن أثناء المشاهدة في حجرة مظلمة بتضطر حدقة العين إلى الانقباض والانبساط بشكل غير طبيعي، مما يضيق للزاوية التي تصرف مياه العين بما يسمى الجلوكوما أو الارتفاع ضغط العين. لكن هذا يحدث في بعض الأشخاص كما يسمى الفالنرابل أو القابلين لذلك، لأن من يشاهدنا الآن يقول أنا أرى التلفزيون لا أستمتع بالتلفزيون إلا في حجرة مظلمة، فنقول له سيدي أنت لست عرضة لارتفاع ضغط العين وإصابتك بالصداع وإصابتك بمشاكل في العين والنظر، لكن بعض الأشخاص مهيئين لذلك، فننصحهم بعدم المشاهدة في حجرة مظلمة وألوان براقة. طيب دكتور، مشاهدة التلفزيون بشكل مفرط هل يدمر الخلايا والأنسجة الخاصة بالدماغ، وهل يؤثر بشكل سلبي على مراكز المخ المسؤولة عن الإدراك والاستيعاب وتقوية الذاكرة؟ سيد الفاضل، لا يوجد خبر علمي على الإطلاق، وهذه أحد مزايا العلم، ونحن في الجامعة بصفة أستاذ في الجامعة ندرس للطلبة أساليب البحث العلمي، فيوجد نسبة مئوية دائما، لا توجد نسبة 100%. إذا أجرى أحد دراسة على أحد وأخرج خبرا لنا أو نتيجة لنا بأن العينة وجد فيها بنسبة 100% كذا، فنعرف أن بها خطأ علمي. فنحن نقول أن التلفاز أو التلفزيون له أضرار كثيرة، لكن في أشخاص كما يقول العلم بريديسبوزد يعني مهيئين لذلك، فالمهيئين أو المهيئون لذلك دول واحد مثلا زي ما قلنا في العين عنده مشاكل في العين لكنها كامنة، فمع المشاهدة تظهر هذه الأعراض. بالنسبة للسمنة، واحد مهيئ للسمنة والبدانة وارتفاع الكوليسترول من الأكلات أمام أثناء المشاهدة، وكذلك خلايا المخ. فأنا من خبرتي كطبيب نفسي لاحظت أن أطفال كثير جدا مصابين بالتوحد، لأن الأم، ومش عايز أقول اسم القناة اللي الأمهات بيقولوها، لدرجة أننا مرة أم جايبالي طفلها عنده توحد، فأنا قلت لها بيشوف قناة كذا وهي قناة أطفال، قالت لي كيف عرفت، قلت لها هذه ملاحظة ليس أكثر، لا أدري لماذا هذه القناة بالذات يصاب الأطفال بها بالتوحد. هذه ملاحظات، وكما قلت لحضرتك أن هناك دراسات تسمى دراسات ناتجة عن الملاحظات Observational Studies، وهذه الدراسات من ملاحظة لشيء معين فيدرس لماذا حدث هذا الشيء، وبناء عليه تنتج النتيجة العلمية. طبعا. أما النسبة المئوية والحكم العام فأنا أقول أن هذه نسب تختلف من أسرة لأسرة ومن شعب لشعب ومن فرد لآخر. طيب يا دكتور، مشاهدة التلفاز يعني هل تؤثر على الهرمونات بشكل كبير وتسبب عدم التوازن والاختلال بالذات هرمون الأنسولين؟ كل هذه الدراسات حدثت، ولكن نحتاج إلى ما يسمى بالدراسات التتبعية، بمعنى أنا أريد الآن أن أعرف تأثير التلفزيون على الهرمونات، فعندما أخذ عينة مكونة من 100 شخص يشاهدون التلفاز الآن في سن مثلا 10 سنوات،
وأريد أن أراهم نفس المئة بعد 6 سنوات بعد البلوغ عند سن 16 سنة مثلا، وأقيس لهم الهرمونات مرة أخرى، ومقارنتهم بمئة شخص أو مئة شاب آخرين عند سن 10 سنوات وسن 16 سنة. هذه دراسة تنتج لنا الواقع مع المتغيرات. لابد من معرفة المتغيرات، هل أحدهم أصيب بأمراض في الهرمونات، هل أحدهم تناول هرمونات للرياضة أو للجيم. مع استثناء كل دول تظهر النتيجة. وكما قلت لحضرتك وكل المشاهدين اللي بيشوفونا، أن التغيرات التلفزيون يسبب كل شيء، لكن تسمى individual variation أو ما نسميها في العلم تغيرات أو فروقات فردية. جميل. أي أنها تنطبق على أشخاص ولكنها ليست قاعدة. فإذا وجدنا بحث يقول أن التلفزيون يسبب تغير الهرمونات، هذا البحث يحتاج المراجعة، هو حقيقي أي نعم، لكن الذين أجريت عليهم الدراسة تغيرت هرموناتهم بسبب شيء آخر، مثلا بسبب الجلوس والبدانة والأكل تغير الهرمونات، بسبب الانفعال الزائد، بسبب عدم التعامل الاجتماعي والتحرك الاجتماعي. فالعلاقة ليست واضحة بشكل مباشر على الهرمونات، ولكن توجد متغيرات أخرى. ضعف معدلات إنتاج الجسم للجلوكوز، هل الإفراط في مشاهدة التلفزيون له دور في ذلك؟ هو يسبب الأكل الزائد أثناء المشاهدة، يسبب خلل في كيرف ما يسمى جلوكوز توليرانس أو استهلاك الجلوكوز في الجسم، وهو تحليل يحدد لنا قابلية استهلاك وحرق الجلوكوز في الجسم لكي تظل نسبة السكر بالدم منضبطة. ومن هنا أعود وأقول لحضرتك أن هناك سبب أولي وسبب ثانوي. أولي أي هو البذرة أو النواهي الأولى التي ستظهر منها بعد ذلك أشياء كثيرة. فالتغيرات الناتجة عن السكر، عن ضمور المخ، عن أي شيء حدث، كل هذه تغيرات ثانوية وليست أولية. ثانوية بمعنى أن هناك شيء آخر يغير معدل الحرق، أو شيء دانة أو السمنة كما قلنا، الجلوس لساعات طويلة. فإذا حضرتك سألتني مثلا دكتور علي، هل يسبب مشاهدة التلفزيون ألما بالرقبة؟ فستكون الإجابة المنطقية نعم، يسبب ذلك ألما بالرقبة وشد في العضلات لمن يجلسون ساعات طويلة ولكن بزاوية واحدة أو بوضع مؤلم. وهذا يحدث لأي شخص بدون مشاهدة، قد يحدث شخص يذاكر بطريقة أو يقرأ 6 أو 7 ساعات يوميا بطريقة خاطئة أو بجلسة خاطئة بوضع الجلوس الخاطئ. ومن هنا كل ما يحدث من أضرار في مشاهدة التلفزيون هو نتاج أخطاء في المشاهدة، لأنه لا يوجد ولا يوجد مزايا مطلقة لأي شيء، مزايا وعيوب، وعلينا بأخذ المزايا وتجنب العيوب والمساوئ. طيب يا دكتور علي، ماذا عن مخاطر الإصابة بالسرطان؟ هل المشاهدة يعني تتسبب في ذلك؟ سيد الفاضل، إلى هذه، وهذا هو اهتمامي، الأبحاث العالمية. جميل. إلى هذه اللحظة التي أتحدث مع حضرتك ويرانا المشاهدون فيها، لا يوجد سبب حقيقي للسرطان حقيقي. لأنه إذا عرف السبب بطل العجب وانتهى هذا المرض. السرطان مثل أمراض كثيرة جدا عجز العلماء عن تحديد سبب، ولكنها ملاحظات. الإشعاع يسبب السرطان، وقد لاحظنا ذلك لمن يتعرضون للمواد الإشعاعية والوقاية منها بساتر من الرصاص الصلب نضعه لفنيين الأشعة وأطباء الأشعة الذين يجرون في اليوم الواحد 100 أو 200 أشعة للمرضى. السرطان قد يكون بسبب التعرض لهرمونات غير مناسبة مثل هرمونات
منع الحمل تسبب سرطان الثدي وسرطانات الرحم. السرطان قد يكون مرتبط بالوراثة، له جين، فقد توفي والده بالسرطان وتوفي ابنه بعد ذلك بنفس النوع من السرطان وهكذا. يبقى فيه نظريات وفرضيات للسرطان موجودة في واحد ومختلفة عن الثاني. التدخين يسبب السرطان، أوكي، نجري دراسات تؤكد ذلك ودراسات لا تؤكد ذلك. السرطان إلى هذه اللحظة لا، ليس له سبب واضح، ومن هنا نسميها دراسة متحيزة. مثلا أنك تقول لي هل سنجري دراسة على أن الذين يمشون في الشمس يحدث لهم اكتئاب؟ الدراسة هنا متحيزة لأن غالبية الناس تسير في الشمس. صحيح. عليك اختيار متغير قد لا يحدث. الذين يتنفسون قد يصابون بسرطان الرئة، لا يوجد أحد لا يتنفس، فلا بد من وضع فرضية تدلي بنا إلى نتيجة علمية حقيقية. فإذا قلت لي الذين يشاهدون التلفزيون يصابون بالسرطان، ده خبر عام ليس خاص، ليس محدد. صحيح. ولذلك لا توجد فرضية حقيقية علمية تؤكد ذلك. حقيقة يا دكتور علي أن طرحت معلومات مميزة جدا، استفدتنا منها شخصيا أنا والسادة المشاهدين. سأكون مسرور جدا بتواصلنا معك دائما في الحلقات القادمة. كل سنة وحضراتكم طيبين. الله يخليك الدكتور علي النبوي، السادة المخ والأعصاب، شكرا جزيلا لك. السادة المشاهدين، فاصل ثم نعود لاستكمال المحور الثاني من الحلقة. عدنا إليكم مجددا، ومن المهم جدا متابعة المعلومات والأفكار التي يتلقاها الإنسان من مشاهدة هذه القنوات، خاصة أنها إحدى الطرق التي تتواصل فيها ثقافات معينة مع العالم المحيط وترسل أفكار تترك أثرا كبيرا على عقول المشاهدين، التي تبدو حينها مثل صفحة بيضاء مستعدة لتمسح لأي كان أن يكتب عليها، وتركز هذه الرسائل التي يتلقاها المشاهد على أفكار مثل الصورة المثالية الخالية من الشوائب وأهمية المظاهر وغرس الطبيعة الاستهلاكية. ومهما حاولنا إنكار هذا الأمر لكنها هي الحقيقة. مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في تربية أطفالنا ووجودها في حياتهم مثل وجودنا تماما. حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي عبر الهاتف الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي. صباح الخير، صباح الخير دكتور علي، وكل سنة وأنت طيب. صباح النور، أسعد الله صباحك بكل خير، وكل السادة المشاهدين قناة اليمن السعيد أتمنى لكم الصحة والسعادة والسلام، وكل عام وكل الوطن والعالم كله بخير وسلام وصحة يا رب. شكرا يا دكتور. لا تقتصر مضار مشاهدة التلفاز على صحة الأطفال الجسدية فقط، بل إنها تصل إلى الإلحاق بالضرر لحالتهم النفسية. من فضلك لو حدثتنا عن ذلك. في الحقيقة نعم، من المعروف أن مراحل نمو الإنسان من ضمنها النمو الاجتماعي والنمو النفسي، لازم يكون زي ما هو يتمثل تكوينه الجسدي من تغذية صحية وطعام غذائي، وينهل من المكونات الغذائية السليمة اللي هو الأب والأم بيقدموها له، فصول الطعام جيد، الحفاظ على سلامته الجسدية. طيب السلامة النفسية ده مهم جدا. فالطفل زي ما انت بدأت المرحلة تكوينه النفسي ومعرفته لصورة نفسه والعالم اللي حواليه بيتلقاها من الرسائل اللي بتوصله سواء السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي أو التلفزيون وخلافه. كنا زمان بنقرأ قصص، بنقرأ روايات، بنقرأ كتب مع أطفالنا، بنقول حدوتة، بنقول قصة، بنعرف تاريخ العيلة، سيرة العيلة. لكن دلوقتي أصبح هو مقتصر، إحنا بنجيب أولادنا نحطهم أمام التلفزيون، أو هم كل واحد معاه الموبايل أو الجوال بتاعه مسكوع مال على التواصل الاجتماعي، هو ما احنا مش عارفين هو بياخد المعلومات بتاعته من فين، هل المصادر دي موثوقة؟ خلينا أقول لكل السادة المشاهدين دلوقتي، هل انت تأمن ان ابنك ياكل طعام مجهول المصدر؟
يعني لو احنا كده ماشيين في الشارع ممكن تخليه ياكل اي علبه او حاجه كده مجهوله المصدر؟ لا طبعا، يعني لا، ما حدش عاقل، لا يوجد عاقل يعرض حياه اولاده انهم ياكلوا ماكولات مجهوله المصدر. طيب نقيس على ده الاشياء النفسيه. جميل. ما ينفعش نعرض أولادنا أنهم يتناولوا منتجات مجهولة المصدر. فن التعامل مع المصادر ده أمر مهم جدا لبناء القوامة النفسية والقوامة العقلية، علشان نحافظ على الهوية العامة، علشان نحافظ على الانتماء العام، علشان نحافظ على سلامته النفسية والصحة النفسية. الأمان النفسي أمر مهم جدا في مرحلة الطفولة. انت بتخلي بالك من ابنك في الاكل والشرب والرعايه الصحيه، كمان اعرف هو بيتناول انهي مشاهدات، بيشوف انهي موضوعات، او بتاثر بانهي حوارات. جميل. دكتور علي، هل الاطفال الذين يفرطون من مشاهده التلفزيون مصابين بالسلوك العدواني والعنف تجاه زملائهم في المدرسه او مع اخواتهم او حتى مع الجيران؟ ده صحيح. لو هو فقد دايما الشيء اللي هو لما نبالغ فيه، او الشيء لما يبقى فيه نوع من المبالغه والافراط، بيوصل لمرحله عكسيه سلبيه. يعني حتى لو حد بياكل اكل صحي بس بكميات كبيره جدا، بيحصل له زياده في الوزن ده في الاكل مثلا. ولو حصل، لو حد بيشرب ميه اللي هي ميه امر طبيعي جدا بس بكميه أكتر مما يحتاجه الجسم، ممكن يوصل لتسمم المية. فبالتالي أي شيء بيزيد عن الحد الطبيعي بينقلب لنتيجة عكسية سلبية. كذلك الأمر لو هو بيشوف مثلا طول الوقت بيشوف أعمال كرتون أو الأنيميشن أو الرسوم المتحركة فيها نوع من الصراع والقتال والعنف، أو أفلام فيها نوع من الصراع والقتال والعنف، لازم يتأثر بيه. احنا الأطفال خاصة ما عندهمش حاجة اسمها التميز العقلي لسه، هو العقلية بتاعته لم تنضج عشان يتميز، علشان يقول أو حتى يدرك ان ده عمل درامي أو ان ده عمل فني، ان ده عمل تمثيلي وليس حقيقي. ده بينصب بيه، هو بيتغذى هنا، بيتغذى على ما يشاهده من القنوات المرئية أو من التواصل الاجتماعي عموما، ويبدأ يؤثر على ممكن إخواته نفسه في البيت. يعني لو أطفال مثلا، وإحنا ده بنشاهده عند الأطفال اللي بيشاهدوا مثلا المصارعة الحرة دي مشهورة وموجودة مثلا، لو هو بيشاهد مثلا فقرات اللي فيها مصارعة الحرة، بطبيعة الحال بيعمل إسقاط وبيعمل نوع من التفريغ للطاقة اللي هو شافها من مشاهد وأثارت عنده حدة العنف عنده، فبيسقط ده على إخواته أولا، وكمان على الجيران، وكمان لو في المدرسة على المدرسة. وده اللي بنشاهده بنلاحظه لأي حد من أعزاء المشاهدين حاليا. لو راح مع ابنه المدرسة عن عرض دخول المدارس، يشوف مثلا بين الحصص كده ايه السلوك، وده اللي احنا بنعتمد عليه في الدراسات في علم النفس وعلم النفس التربوي، ان احنا بنلاحظ ايه العلاقات ما بينه وبين الاطفال في الفصل الدراسي. هل لاحظ ان في حاله من العنف؟ ومحدش يقدر ينكر العنف. كذلك الامر حتى الاعمال الكوميديه اللي فيها سخريه من الاخر، طب ما دي كمان هتاثر عليه ويخلي عنده حاله التنمر. ما بين العنف والتنمر هنا بنوصل ان في اطفال اسوياء وفي اطفال غير اسوياء، ودول الغير اسوياء بياثروا على الاسوياء يا اما بالعنف الزائد او بالتنمر الزائد. فده حقيقي السؤال اللي انت طرحته، نعم هناك تأثيرات سلبية على الحالة النفسية لمشاهدة الأعمال مجهولة المصدر أو الأعمال الغير منقحة أو الأعمال الغير مصنوعة على ضوابط ومراعاة النفس البشرية. إذن يا دكتور علي، يضم التلفزيون الكثير من المشاهد العنيفة والمخيفة التي أيضا حتى تتخلل نشرات الأخبار، هذا بجانب مشاهد القتل في الأفلام، هذه لها تأثيرات سيئة للغاية على الأطفال ويجعلهم يتصرفون بشكل عدواني.
نعم نعم المشاهدات للاخبار دايما، ممكن حاليا التوجه العالمي بيقول ان هو انت تنقل الخبر كصوره صوتيه وليست صوره مجسده للواقع. كل القنوات الاخباريه حاليا عايزه تكون هي المصدر، عايزه تكون هي زي ما بنقول كده السبق الصحفي، السبق الاخباري ليها، فده اللي بيخليها تبالغ جدا في تدقيق التفاصيل، وده اللي يمكن حصل لبعض المشاهدين في العالم، نوع من تبلد المشاعر. كنا زمان بنتألم لمشاهدة بعض المشاعر وبعض المشكلات والكوارث الكونية، لكن أصبح الحين في تبلد المشاعر. طيب ده بالنسبة للكبار، الصغيرين بعد كده ده اللي يخلي الصغيرين دول ان هو تعود، حصل له نوع من التوافق والتكيف على هذه المشاعر اللي فيها نوع من العنف، اللي فيها نوع من التجريح، اللي فيها نوع من الفظاعة، فبالتالي هو يدرك ان ده طبيعة الأحوال، ان ده أمر طبيعي، وان ده مسلمة، أمر مسلم به ومقبول عالميا، ومن هنا بتحصل المشاكل والكوارث الإرهابية، بتحصل المشاكل والكوارث ضد البشر، بتحصل الإبادات الجماعية وخلافه. فبالتالي المفروض يكون في نهج إنساني في تناول الأخبار، في نهج إنساني في تناول الموضوعات الصحفية. طيب يا دكتور علي، عفوا يا دكتور علي، المشاهد العنيفة هل تساعد على إفراز سلوكيات الأنانية والسلبية والشعور الدائم بالقلق، بالإضافة إلى إصابتهم بمرض التوحد وقتل روح الإنتاج والإبداع لدى الأطفال؟ طبعا يعني زي ما انت قلت، فعلا الابداع والابتكار مستواه بينخفض، لان الابداع والابتكار مرتبط بالصوره التخيليه، ان هو يقرا كتاب او قصه ويتخيل هو بيخرجها ازاي، فان هو شايف المشهد قدامه، فده بيقلل من عنده روح الابداع والابتكار والذكاء الابتكاري والابداعي. الناحيه الثانيه بيتوحد ويحصل له نوع من التوحد او الاوتيزم مع التلفزيون، وده مشكله خطيره جدا بنعاني منها من اطفال العامين والثلاث اعوام، اللي لاحظنا ان اندماجهم وارتباطهم بالاعمال الكرتونيه والايقاع التلفزيوني والالوان في الاعمال الكرتونيه المخصصه بهم لوقت زياده، ده بيصيبهم بامراض التوحد او طيف من اطياف التوحد. العنف المبالغ فيه ومشاهده العنف الغير مبرر في الاعمال الفنيه والدراميه او التصوير المبتذل في الاعمال الاخباريه بيولد عنده نوع من الانانيه والفرديه وحب الذات، او ان هو يدرك ان أنا لو ما هجمتش على الآخرين وكنت شخصية شديدة العنف وشديدة الغلظة والصلابة، فبالتالي يكون أنا الضحية، وده اللي بيخليه نعمل حاجة اسمها إهمال لإعمال العقل. المعرضين الأجيال القادمة أن يكون أطفالنا أعمال العقل عندهم ضعيف جدا ويعتمدوا على أعمال العضلات، وده اللي موجود حاليا زي حتى بعض الممارسات الرياضية، يعني من ضمنهم حاليا العالم كله أو في أمريكا بالذات كانوا بينادوا بهو تقنين وتحجيم لعبة كرة القدم الأمريكية، لأن فيها نوع من القتال والمصارعة، فبالتالي قالوا لا، احنا عايزين نعمل أعمال العقل، فلسفة أعمال العقل. وممكن ده اللي حاليا في ظل الأزمة اللي احنا فيه، العقول البشرية هي مركبة النجاة اللي بتنجينا. طيب احنا لو اعتمدنا على مشاهدة الأخبار السلبية، على مشاهدة العنف، فالجيل القادم هيعتمد على ان هو استخدام العضلات وليست اعمال العقل، وده يؤدي بنا الى الهاوية، يؤدي بنا الى كارثة افظع، يؤدي بنا الى استهلاكيين اكتر من منتجين، استهلاكيين حتى في منتجاتنا الاستهلاكية وليست الانتاج. التلفزيون مسؤول على البناء العقلي والفكري والثقافي للمجتمع، نعم، ولكن ليست بهذه الصورة المبتذلة. وأنا بتكلم هنا عن الأعمال السلبية، ولكن الأعمال اللي هي بتراعي القوائم الإيجابية ده أمر مهم جدا، هو ده إيجابي، لكن في بعض الأعمال السلبية اللي بتأثر على المناعة النفسية للطفل، بتأثر على الاضطراب النفسية، وبتأثر على صورة الذات. أوقات كتيرة جدا ممكن يكون عمل درامي، العمل الدرامي ده في نوع من البذخ، في نوع من الطرف العالي جدا جدا، يوقع بشعور الطفل بأن هو الحرمان وحالة الحاجة والعوز، وده بيخليه يحس قد إيه كمان بالدونية، زي ما في الناحية التانية في شعور بالعنف
والتنمر، ممكن يشعر بالتمرد، يشعر بالاحتياج المفرط، بيشعر ان هو قد ايه عنده نوع من الدونية، قد ايه هو عنده فقر عالي جدا، وده بيحجم عنده حالة الابتكار والابداع، او ان هو يوصل للناحية التانية ينضم للاعمال الارهابية لان ده ممكن يجيب له فلوس، او ينضم للاعمال التخريبية والاجرامية علشان ده يجيب له فلوس، أو يهرب إلى المخدرات علشان ينسى الواقع الأليم. فبالتالي الأعمال صناع المحتوى الدرامي وتناول الأخبار وتناول الموضوعات لازم يراعى فيها ما نسميه سيكولوجية المشاهد أو علم نفس المشاهد. المشاهد شايف الموضوع إزاي؟ طيب يا دكتور علي، عفوا، إذا لو ما هي أخطار استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي دون مراقبة؟ من أخبارها إهمال العقل، تبدد الشخصية، ما بيكونش عنده شخصية ثابتة، شخصيته دايما مهملة، انحدار الهوية العربية اللي هو هويته مثلا مصري يمني، الهوية بتاعته يحصلها نوع من التبدد، محتوى الهوية بتاعه يبقى مبدد جدا جدا، نوع من انه هو هيكون ناقم جدا على الحياة والعيشة بتاعته، نوع من الكسل الشديد جدا، الافكار اللي فيها نوع من الاستهلاك الشديد جدا، عدم المشاركة في الانتاج العام، وفي الاخير هيوصل بيه اللي هو تراجع في الحياة العلمية او الحياة المهنية. الجزئية الثانية ممكن يكون شخصية اعتمادية، بيعتمد ان هو قاعد على التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، يبدأ يحصل نوع من تعطيل الأعمال اليدوية، ان هو كان ممكن يتعلم نوع من الحرف الابتكارية، نوع من الأعمال اليدوية المهمة جدا، فده بيرجع لي تكاسل خطير جدا. تراجع في الحياة العلمية ده أمر برضو موجود جدا. التعرف على الصداقات السلبية دايما احنا او اصدقاء السوء دول موجودين جدا، اللي هو بيستقطبوه وبيجروه لأعمال تخريبية معينة او افكار هدامة للمجتمع، وده موجود حاليا كتير جدا من الدول بتعاني من الافكار الهدامة اللي موجودة على التواصل الاجتماعي، في أفكار سلبية جدا لا تتناسب ولا تتوافق مع الثقافة العربية، لا تتوافق وتناسب مع طبيعة وهوية المجتمعات العربية، وده موجود. فإلى الآن سلبيات التواصل الاجتماعي اللي بيعاني منها كل العالم أكثر من إيجابياتها. حتى احنا استخدمنا التواصل الاجتماعي استخدام سلبي، لو عرضنا سؤال لأعزائنا المشاهدين، ابن حضرتك ماذا تعلم وماذا استفاد وما المحصلة المعرفية والإدراكية من استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي؟ للأسف صحيح النتيجة حتكون سلبية. دكتور علي، أنا مسرور جدا بتواصلنا معك، معلومات قيمة ونقاط هامة طرحتها، والأسئلة هذه والمعلومات هي كلها مطروحة أمام طاولة السادة المشاهدين، الذي يتمنى أن يكونوا يعني قد استفادوا من محاور حلقة اليوم. دكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتنفسي، شكرا جزيلا لك. السادة المشاهدين، فاصل ثم نعود إلى الفقرة الأخيرة من منوعات الصباح، ابقوا معنا. وصلنا إلى فقرة المنوعات، حيث لجأ شاب إلى حل غير مألوف لكي يحصل على كوب قهوته المفضل من أحد فروع ماكدونالدز رغم بعد المسافات، وذلك بسبب إجراءات الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا. الشاب استخدم طائرة درونز مجهزة بكاميرا وسلة صغيرة وأطلقها لتصل إلى هدفها خلال دقائق، وهناك كان ينتظرها أحد العمال ليضع في السلة كوب القهوة الساخن. استغل بعض المستخدمين الفرصة خلال الحجر الصحي لإظهار مهاراتهم المخفية في الطبخ المنزلي، ويساعد العديد من الرجال في ظروف الحجر الصحي أمهاتهم وزوجاتهم في الطبخ، فالطعام هو ما يشغل الشخص ويمنعه من الملل، كما يعطيه الطاقة اللازمة
وهو مصدر للفيتامينات والمواد اللازمة لتقوية المناعة الضرورية للبقاء في صحة جيدة وسط الجائحة. ابتكرت إدارة نادي زنيت في مدينة سان بطرسبرغ فكرة جديدة عندما أوصلت جائزة أفضل لاعب في الشهر بكرة القدم للبرازيلي مالكوم عن طريق طائرة مسيرة. وتلقى مالكوم رسالة من إدارة النادي تطلب منه فتح النافذة لتدخل شقته طائرة مسيرة تحمل جائزته. Eita, Mochna. Queria agradecer a todos os fãs do Zenit que votaram em mim. Estou muito feliz mesmo. واستلهم الكثير من المواطنين ابتكار تقنيات جديدة تحميهم من عدوى فيروس كورونا المستجد. واستخدم المواطنون في الصين بزات مشابهة لبزات رواد الفضاء بهدف وقاية أطفالهم من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم. وزودت البدلة المخصصة للأطفال بجهاز لتنقية الهواء وتبديله ونفخ البدلة بشكل مستمر لضمان حرية الحركة ورائحة الطفل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يتقدم لخطبة فتاة بطريقة مبتكرة في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد. ويظهر الشاب في الفيديو وهو يرتدي بدلة واقية وكمامة ويقفز داخل شرفة منزل الفتاة طالبا يدها للزواج. ووافقت الفتاة على طلب الزواج من الشاب في ظل تخوف الكثيرين من المناسبات الاجتماعية في الوقت الحالي وتأجيلها خوفا من الفيروس. لا يسعى للنجاح من لا يملك طموحاً، فالطموح هو المحرك الأساسي لنجاح الإنسان. طموح التفوق يرقى بالمجتمع، وطموح الإنجاز يحقق الريادة. هذه التوليفة طبعاً هي ثنائية المجد والإنجاز لهذا البرنامج مع كل الأمنيات.